مرحبا فيكم حبايبي عن جديد. اليوم بدنا نعمل وصفة كتير طيبة كلياتنا منحبها، هي البروستيت. بيلزمنا عندي كيلو ونصف فروج، طبعا هدول بدي اقطعهم، وفي عندي كوبين من الطحين، في عندي معلقة ملح كبيرة، معلقة نشا، معلقة كاري، ومعلقة ثوم بودرة. هلأ بدنا نحط الملح، وبدنا نحط النشا طبعا، وبدي احط الكاري، وبدي احط ثوم البودرة. هلأ بخلطهم. هلأ خلطت الطحين مع الثوم مع كل شيء. هلأ قطعناهم. هلا بس الشغله بدي اعمله مشان تتشرب زيت تستوي من جوا، بس هيك بدي اعمل بس. وبدي لتة. هلا بلتة وبلت القطعه الكبيره، طبعا نسينا نعملها. بلتهم كويس، مشان اقليهم كله نفس الكمية، كله نفس الشي بعمل. شبعوا طحين. حضرهم مشان نحط على القلي، وهلا بنحط على القلي تقريبا بدها 12 دقيقة، طبعا نغطيها. وهي حبايبي البروستيت جاهزة عندي، طبعا مع المقبلات اللي عندي، كريمة ثوم، سلطة مايونيز الملفوف، في عندي سلطة فليفلة، وفي عندي سلطة الباذنجان. ان شاء الله تعجبكم وصفتي، هي ما بدها معلمية نهائيا وصفة البروستيت، بس اهم شيء يكون مغطى عليها لمدة 12 دقيقة. وصحتين والف هنا.